مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الصحفية الجديدة وأبرز العناوين ومقالات الرأي التي جاءت في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، والتي اهتمت بالمظاهرات التي تنظمها القوى الثورية والأحزاب السياسية تلبية لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي دعا جموع الشعب للنزول الميادين لتفويض القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب. نبدأ بالصحف المحلية وعنوان السيسي في انتظار كلمة الشعب. نقلت الصحيفة الأخبار عن أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال إن الفريق السيسي أعطى مهلة 48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني، مشيرا إلى أنه فور انتهاء فعاليات اليوم سوف تتغير استراتيجية التعامل مع العنف والإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى تفاصيل التعزيزات الأمنية، حيث بدأت القوات المسلحة في الدفع بمزيد من التعزيزات وعربات الجنود